سعيد معانا النهارده الدكتور الجديد.
الرقم اللي هيدي الفاليو دي يبقى هو دوت فعلا اليوزر دايس عليه. فهي ماشية كده. اللي هتطبع كل حاجة هتسيب بقى.
ادوس سبيس او انتر. بس الكود اللي معانا مش اي حاجه في دول برنت اوت الحاجه العاديه اللي اتكتبت. ايه بقى في كي شيفت وفي كي اسكيب وفي ايه الكلام ده؟ في كي ريتيرن دي ده الاسكي كود بتاع زرار انت وشيفت نفس النظام واسكيب نفس النظام. طب ليه احنا مثلا ما جبناش هنا وجينا على شيفت وجبنا الاسكي كود بتاعها؟ لان انت لو بصيت هنا مش ممكن تسيبه معانا. وفي نفس الوقت يعني اشتغل انت بشوية يا عم، اشتغل انت بنفسك. كل اللي هتعمله بتاع ام اس دي ان يوز فيرتشوال كي. هو بص هو في كي اندرسكور باك سبيس، يعني قشطة انا ممكن اكتبه دلوقتي بس مش هعمل كده. وعندك حاجات تانية كتير ممكن تعمل، عندك تاب، عندك كنترول، عندك حاجات كتير هتدخل معاك بس هي ملهاش يعني ملهاش شكل معين او كاركتر معين. الفانكشن ده ممكن تسيبه بيها فبس، مش هنتكلم عن حاجة تاني بس.
بقى يعني عيب. دعوة